بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب الثالث والعشرين، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح. والجوائح جمع جائحة، والجائحة هي كل آفة تصيب الثمر أو المال فتجتاحه. كل آفة تصيب المال أو تصيب الثمر فتجتاحه، يعني تقضي عليه، يسموها إيه؟ جائحة. وجمعها جوائح. لو باع إنسان لأخيه الإنسان ثمرا على شجر فأصابته جائحة، الضمان على مين؟ هو دي المسألة، لأن النبي أمر بوضع الجوائح. يعني جاء مالك لشجر، باع ثمرة الشجر لمشتري فاشتراه ودفع له ثمنا، فعندما أراد أن يقطع الثمر وجد أصابته جائحة، يعني آفة سماوية، فقضت عليه. هل البائع يستمر الثمن عنده يأخذه والآخر لم يستفيد بشيء، ولا يرد البيع ويعطيه ثمنه؟ فهمت السؤال؟ هي دي القضية. فيها مذاهب، ثلاث مذاهب. مذهب الشافعية أنه إذا باع الثمر بعد بدو صلاحه، إذا باع الثمر للمشتري بعد بدو صلاحه فالضمان على المشتري، فإذا أصابته جائحة لا يجب عليه أن يرد له المال، ولكن يستحب، يستحب من باب بس مكارم الأخلاق، لكن لا يجب عليه شرعا. واضح؟ إذا اشترى الثمر بعد بدو صلاحه فأصابته جائحة الضمان على المشتري، ويستحب وضع الجائحة، يعني رد الثمن من البائع، ولا يجب. يعني لو راح قضاء عند القاضي، القاضي الشافعي لا يحكم له برد الثمن. واضح؟ إذا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه فالضمان على مين؟ على البائع، فأصابته جائحة الضمان على البائع، لأنه أولا باع الثمر قبل بدو صلاحه وهذا حرام، فإن أصابته جائحة يبقى الضمان على البائع. واضح؟ ده بالإجماع بقى، بالإجماع. الإمام مالك، وده مذهب الأحناف على فكرة، أن الضمان على البائع، الضمان على البائع مذهب الأحناف، حتى لو باعوه بعد بدو صلاحه الضمان على البائع، فحملوا الأمر بالرد الجائحة على الوجوب. واضح؟ يعني لو باعه الثمر بعد بدو صلاحه ثم أصابته آفة فالضمان على البائع، عكس مذهب الشافعي. فهمت ازاي؟ طب المالكية قالوا ايه؟ قالوا لو كان في حدود الثلث، لو الجائحة أصابت ثلث المال فأكثر فالضمان على البائع، وإن أصابت أقل من ثلث المال فالضمان على المشتري، لأن دي خسارة مقبولة في الأسواق، إنه يخسر ثلث المال. واضح؟ ده رأي المالكية.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 57 بعد 4000، قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا حا. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يبقى جعل إيه؟ جعل الضمان للبائع، مش كده؟ قال أصابته جائحة، فإزاي تستحل إنك تأخذ منه ثمن وهو لم يستفد به؟ فهم؟ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حمل الشافعية هذا الحديث أن الضمان على البائع إذا باعه قبل بدو الصلاح، وحمله الأحناف مطلقا، واضح؟ وحمله المالكية في حدود الثلث، إذا أصابت الجائحة الثلث فما زاد يبقى عليه أن يرد، وإن أصابت أقل من الثلث يبقى لا يرد. وعن أبي قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. تزهو يعني إيه؟ يعني يصفر، تصفر أو تحمر، يعني تنضج تكون صالحة للأكل، هذه معنى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ يبقى جعل هنا الضمان إذا باعه قبل بدو الصلاح، ده سيدنا أنس، فهم؟ أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ وهذا استفهام استنكاري، يعني بيستنكر عليك أن تظن كيف تأخذ المال من المشتري وهو لم يأخذ ثمر. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ألا يباع الثمر صلى الله عليه وسلم إلا بعد بدو صلاحه حتى لا نقع في هذه الأزمة، وهي أزمة أنه قد تصيبه آفة فلا يثمر، فتكون أخذت مال أخيك بالباطل. فحتى لا تأخذ مال أخيك بالباطل عليك أن تنتظر حتى تظهر الثمرة وتنضج وتكون صالحة للقطاف، ثم يأتي بعد ذلك المشتري يقدرها ويشتريه. أما أن تعطيه قبل أن تزهو فربما تصيبها آفة فلا يقطع منها شيء ولا يستفيد. وعن أبي قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وعن أبي قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. بوضع الجوائح يعني بوضع إيه؟ بوضع العقد المقتضي البيع، يضع لزوم العقد يعني، فلا يلزم العقد، يعني صار العقد غير لازم، إذا جاءت جائحة فالعقد صار غير لازم. أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. باب استحباب الوضع من الدين. طب لو في دين بقى، هنا مش بيع وشراء، ده دين، يعني جاء إنسان استدان منك
مثلا 100,000 جنيه على ان يعطيك هذا المبلغ بعد سنتين. فجالك بعد سنتين قال لك انا ما قدرتش اجمع الا 80,000 بس. هو كان واخد منك 100,000، فهمت؟ ففي الحالة دي يستحب لك ان تضع ما بقي وتأخذ منه 80,000 وتبرأه في الباقي. ده يستحب من مكارم الاخلاق. فهمت ازاي؟ تأخذ منه ما تيسر له. ويا اما تمهله تقول له طب هات لي ال 20,000 بعد سنتين تانيين ما يجراش حاجة. او انك انت تقول له خلاص كويس هات ال 80 وجزاك الله خير والباقي اعتبرهم هدية لأولادك. لا أطالبك به. يبقى يا إما يضع يا إما يمهل. فهمت؟ يا إما يضع يا إما يمهل. فهمت بقى؟ يمهله يعني إيه؟ يعني ياخذ الجاهز ويقول له هات لي الباقي بعدين. ويديله مهلة تانية. يا إما ياخذ الجاهز ويضع الباقي. يقول له خلاص براءة. فهمت بقى؟ باب استحباب الوضع من الدين. وعلى فكرة اللي بيعمل كده دي من الظلال، من الخصال الموجبة للظلال، بيبقى في ظل عرش الله يوم القيامة. اللي بيعمل كده من ضمن الايه؟ الخصال الموجبة للظلال وضع الدين او ابراء المعسر. يا اما تبريه خالص او طبع الدين او انك تمهله انذار. كل دي من الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. يبقى الرجل ده اشترى ثمار وبعدين أصيبت هذه الثمار عطبت وكان دافع ثمنها فأصبح مديون لأنه ما عرفش يبيعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. أو الشافعية فهموا من هذا الحديث أنه كان بعد بدو الصلاح وأصابه العطب فلم يأمر بإيه؟ بوضع الجائحة، ولكن أمر بالتصدق عليه. يبقى التصدق عليه أمر استحبابي. فهمت فهم الشافعية بقى؟ الأمر بالتصدق عليه ده أمر الاستحباب. وبالتالي إذا اشترى الثمار بعد بدو صلاحها فأصابتها جائحة فيستحب وضع الجائحة ولا يجب. لماذا؟ لأن النبي قال إيه؟ تصدقوا على أخيكم، ولم يأمر بوضع العقد. فهمت؟ فدل على أنه كان اشترى بعد بدو الصلاح. دي قيود مذهب الشافعي، ده سبب اختيار الشافعية لإيه؟ للأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. يعني جمع له علشان يسدد ديونه. فكان ديونه مثلا 50,000 جمع له كده 40,000 ولا حاجة. كويس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائي خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خلاص اتنازلوا بقى عن الباقي. فهمت؟ يبقى أمر بوضع إيه؟ جزء من الدين. وعن أبي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهبة قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني غير واحد من أصحابنا. خد بالك دي من نوادر مسلم لأنه ما ذكرهمش مجاهيل. لكن على أي حال الإمام مسلم التزم في المقدمة إنه بيروي صحيح، فيبقى يحمل المجاهيل دول على إنهم إيه؟ أهل عدالة وضبط، خصوصا إنه روي هذا الحديث عن ابن أبي أويس بإسناد الإمام البخاري كمان نفس الحديث. وبالتالي ما حدش يجي يقول إيه الإمام مسلم بيروي عن مجاهيل، ما ينفعش. واخد بالك؟ لازم تفهم إيه أساليب المحدثين. بعضهم حتى قال لك وحدثني غير واحد يعني كتير، ومنهم الامام البخاري، لان الامام البخاري ايضا كان من مشايخ الامام مسلم. والامام البخاري رواه عن ابن ابي شيبه او ابن ابي اويس اسماعيل بن اويس. وعن ابي قال وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال
محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرته وسامع ايه خصوم قاعدين في المسجد خلف باب النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا ويتناقشوا وعيلة صوتهم ده بيطالبه بأداء دينه والتاني يعتذر له يقول له معيش غير كده. فحصل ايه؟ فالنبي سامع الصوت. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. التاني يقول له ايه؟ أرجوك معلش سامحني في الباقي وخد دول. خد دول بس سامحني في الباقي. قال لي معنى ايه؟ يستوضع الآخر يعني يحط عنه بعض الدين. يستوضع الآخر يعني يحط عنه بعض الدين. ويسترفقه يعني يقول له ارفق بيه. وهو يقول التاني بيرد عليه يقول له ايه؟ والله لا أفعل. يعني مش موافق. والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فين اللي بيحلف ده على عدم فعل المعروف؟ أين المتألي على الله يعني الحالف بالله لا يفعل المعروف؟ دل على أن وضع جزء من الدين أمر من المعروف. قال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ أول ما شاف النبي هيبة النبي بقى بعد ما كان بيحلف لا والله قال له لا لا والله اللي عايزه اللي عايزه يا رسول الله. لأن النبي كان له محبة عندهم وكانت له هيبة وكان له وقار. فلما شاف هذا المنظر ومجرد النظر على النبي يرقق القلب. هو الأول كان قلبه قاسي على أخيه، مجرد ما نظر للنبي جاءت نور الرحمة في قلبه فرحم أخيه. ودي بركة إيه؟ النظر للنبي والنظر للصالحين. قال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى. يعني يا إما إيه؟ يا إما أضع جزء يا إما أرفق به، يعني إيه؟ أجله بعدين. أدي معنى إيه؟ أي يختار اللي يعجبه. يا يديني ده وبرقه في الباقي يا إما أأجل وأخد بعدين كل حاجة براحته. هو اللي يختار. فهمت؟ أدي إيه؟ أي ذلك أحب؟ يبقى بين إيه؟ وضع الدين وبين الإنذار. وضع جزء من الدين وبين الإنذار. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أنه أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي الرواية دي قالت أسماء بقى الإيه؟ الخصوم. يبقى الرواية دي مفيدة لأنها ذكرت أسماء الخصوم. الرواية الأولانية ما كناش عارفين مين هم اللي كانوا متخاصمين. يبقى كعب بن مالك وإيه؟ وابن أبي حضرت. يبقى كانت الخصومة بين كعب بن مالك وابن أبي حضرت. كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كعب بن مالك كان بيطالب بدينه إيه الذي عند ابن أبي حضرت. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته. سقف حجرة الستر يعني ستارة ستر الحجرة. سقف بمعنى سترة وزنا ومعنى. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب. كعب ده اللي هو الدائن وابن ابي حضرت المدين. فنادى على كعب اللي هو الدائن اللي كان بيحلف يقول والله لا افعل. فقال يا كعب. فقال لبيك يا رسول الله. فاشار الي بيدي ان ضع الشفره يعني اعمل له تخفيض 50% خد منه نص الدين. فهمت ازاي؟ اشار الي يعني ضع الشفره من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. قال لابن ابي حضرت بقى طب قوم بقى اديله نصف دين يلا تتخانقوش تاني صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع النزاع امر مطلوب. رفع النزاع بين المسلمين ده امر مطلوب.
وإصلاح ذات البين. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم وروى الليث. الله، مسلم يروي عن الليث ده، انت ما شافش الليث يبقى في سقط هنا، يسموه معلق مش كده برضه؟ لكنه على اي حال ثبت باسانيد متصله في روايه اخرى، علشان في بعض قراء صحيح مسلم يجي لك في النقط دي ويحط لك خطوط ويقول لك شوف فيها احاديث مقطوعه واحاديث معلقه واحاديث مجهوله ويبتدي يتكلم. لا، لازم يشوف العلماء قالوا ايه ويشوف شرط الواضع. قال مسلم وروى الليث بن سعد، ما قالش الواسطه اللي بينه وبين الليث هنا مش كده برضه؟ قال حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه كان له مال على عبد الله بن ابي حضره الاسلمي فلقياه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه. دي قضية خد بالك اختلف برضو فيها المذاهب. يعني مثلا ايه، بعت سيارتي مثلا لإنسان فخد السيارة على إنه هيجيب لي المال تمنها، اتفقنا هيجيب لي تمنها، خد السيارة وخد المفتاح وهيجيب لي تمنها بكرة، أفلس الرجل بعد ما استلم الإيه البضاعة اللي عندي، بقى أظهر مفلسا لأنه كان له معاملات أخرى مع ناس تانيين، فضرب عليه إيه؟ ضرب عليه الحجر، حجروا عليه عشان الديانة كتير والأموال. طيب السيارة بتاعتي موجودة عنده، هل من حق ان انا اخدها ولا هتدخل ايه مع باقي ديونه بحيث ان انا اخد حظي من نسبة الديون مع باقي الغرماء؟ فهمت ازاي؟ يعني هو مدين لبعض الاخرين بديون غير موجودة، عينها غير موجودة، وانا الدين المتعلق بيا موجود عينه متعين امامي، السيارة موجودة على الباب، اخد انا السياره وامشي ماليش دعوه بقيه الديانه، ولا السياره دي تتباع في المزاد مع باقي امواله واخد انا نصيبي من الديون؟ فهمت القضيه؟ ذهب الشافعيه في مذهبهم ان هو اولى بها طالما هي موجوده متعينه امامه، فهم هو اولى بها. لكن لو كان خد السياره دي مني وما ادانيش ثمنها وراح باعها واستهلك اموالها فمش موجوده، هدخل مع باقي الديانه. فهمت ازاي؟ لكن التانية دي هنا في الصورة دي موجودة، فيبقى طالما موجودة يبقى ياخدها. لكن باقي المذاهب قالوا لا، هيبقى ايه؟ هيدخل مع باقي الغرماء وياخد حظه بعد بيع ماله الذي عنده وياخذ نصيبه. فهم؟ فإن كان المال كل ما عنده يسدد مثلا 90% من ديونه يبقى انا هاخد 90% من ثمن السيارة، هيسدد 80% من ديونه يبقى انا هاخد 80% من ثمن السيارة، هيسدد 50% من ديونه يبقى انا هاخد 50% من ثمن السيارة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مذهبان، الشافعية قالوا إن تعين ووجد يبقى صاحب الشيء وأولى به وما يخشش مع باقي الغرماء. فهمت؟ ده مذهب الشافعية. والباقيين قالوا إيه؟ قالوا لأ، هيبقى إيه؟ يدخل مع باقي الغرماء. باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، يعني المشتري أفلس فله الرجوع فيه. وده دليل الشافعية، الأحاديث دي دليل الشافعية. الباقيين قالوا لا، لأن ده طالما أفلس يبقى ليس له إيه نصيب أعلى من باقي الغرماء، فهم كلهم متساويين، كل واحد أولى بنصيب. فأنت لو دخلت وأخذت هذا ظلمت باقي الغرماء. فهمتني ازاي؟ فليس اولى هذا بهذا، فحملوه على هذا المعنى، او حملوها على انه ايه، لو كان هذا الموجود اذا اخذ لا يمنع باقي الغرماء من اخذ نصيبهم، وبالتالي بقى هو اولى بيه.
وباقي الغرماء ياخذوا نصيبهم مما عنده من غير هذا المال. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وأفلس يعني إيه؟ صار ليس لديه ما يدفعه لأداء ديونه. أدي معنى أفلس. وعنه يعني فهو أحق به من غيره، يعني من غير من الغرماء. فهمها كده الشافعية؟ فهمت بقى المسألة؟ وباقي المذاهب فهموها ازاي؟ فهموها انه حق به من غيره اذا كان عنده ما يؤدي لغيره. فهمت بقى ازاي؟ يعني يبقى النص واحد المقصد والفهوم تختلف. النص واحد والدليل واحد والفهوم تختلف. فاللي يقول لك انا هاخد من الحديث مباشره تقول له هتاخد باي فهم؟ يقول لك بفهمي. طب وانت فهمك في اللغه زي فهم الائمه الكبار؟ والله لو كان فهمك زي الائمه الكبار لا باس، خد بفهمك، بس لازم تسلك سبيل العلم وتصل لدرجه تستطيع ان تستنبط الاحكام والا تعارض الاحكام وادلتها ومقاصد الشريعه، وان يكون عندك خبره باللغه العربيه وبقضاء الصحابه وبفهم المذاهب الاخرى، وبعد كده خد برد من الحديث مباشره. لكن العجيب اللي بيقول كده حتى لم يختم القران حفظا بعد، فضلا عن انه يتعلم اللغه، بيبقى لسه شاب ايه يعني اغر ضعيف العقل، يقول لك انا هاكل من الحديث على طول، حديث مذهبي. نقول له اذهب وتعلم اولا قبل ان تاخذ من الحديث مباشره. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في رواية أيما امرئ فلس. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمه ابن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن ابي حسين ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابي بكر بن عبد الرحمن عن حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في الرجل الذي يعدم يعني يفلسه إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. لم يفرقه يعني إيه؟ ما زال موجودا متعينا، لم يتصرف فيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. والغرماء اللي هم الدائنين. وعن ابي قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال اخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها
فهو أحق بها. شوف إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، الرجل هنا غير الرجل هنا. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، الرجل هنا غير الرجل. إذا أفلس الرجل يعني إيه؟ المشتري. فوجد الرجل يعني البائع، فهمت؟ عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. ونقف على باب فضل إنذار المعسر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وآمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.